نروح معاكم دلوقتي ونعرف الآراء الفنية والتحليلية والخبرات بقى من كباتن نادي الزمالك ونجم من نجوم نادي الزمالك اللي لعب بتيشرت القلعة البيضاء الكابتن حمادة طلبة اللي بنصبح عليه. صباح الفل عليك يا كابتن حمادة. صباح الفل يا استاذه فرح، ازي صحتك؟ عامله ايه؟ اهلا بيك يا كابتن، منورنا ودايما بنسعد بوجودك معانا. ربنا يخليك يا استاذه فرح، انا مبسوط جدا ان انا ببقى معاكي ودايما متالقه كده على طول. تحياتنا ليك يا كابتن حماده. وطبعا في البدايه عايزه اعرف منك، يعني هل مر عليك فترات مع مستر فيريرا من خبراتك السابقه؟ ودي جزئيه مهمه جدا عايزه اتكلم معاك فيها. الخبرات السابقه مع مستر فيريرا، هل مريت بكبوات فتره كده كان نتائج الفريق بتقع او كان في حاله عدم استقرار، عدم ثقه، كل لاعب في وادي، كل لاعب بشارد، هل مريتوا بالفترات دي وسرعان ما مستر فيريرا بيقدر يتدارك الموقف ويلم الفريق مره تانية؟ خلينا طبعا اول حاجه يا استاذ فرح نقول الف مبروك لجمهور نادي الزمالك. امبارح المباراه كانت مباراه مهمه جدا جدا، اللي لازم الزمالك كان يطلع من الكبوه اللي هو فيها ديت. عمر ما حصل في تاريخ نادي الزمالك اللي هو يخسر كذا مباراه ورا بعض ويخسر في افريقيا. هي فعلا زي ما تقولي الكبوه، وهي ديت ظروف، وكانت حاله الفرقه ومشاكل وقيد لاعبين والكلام ده، لازم اللي يبقى فيه ذبذبه في الاداء. انما خلينا نقول ان انا مع مستر فيريرا الحمد لله، يعني احنا لعبنا معاه الراجل اول ما جه كان احنا عندنا مشاكل فنيه كبيره جدا، ومشاكل مع اللعيبه، ومشاكل في الاداره، ومشاكل في كل حاجه. انما الحمد لله الراجل استدرجها وقعد معانا واتكلم معانا، وانتوا فرقه كبيره وانتوا عندكم مقاومات فرقه كويسه وانتوا لعيبه رجاله. والراجل بصراحه طلعنا من اللي احنا فيه. كانت فتره التوقف اللي هي كانت معانا ال 40 يوم، الفتره دي كانت فتره كويسه جدا، قدرنا الحمد لله نراجع نفسنا بسرعه واشتغلنا معاه 40 يوم الحمد لله. كل الراجل بيشتغل معانا بحاجات فنيه، حاجات ازاي تقف في الملعب الكلام ده. انما لما جينا بدانا مع الراجل الحمد لله بدانا بدايه محترمه جدا، ادانا الدفعه الكويسه اللي احنا نقدم بشكل كويس، ادانا الثقه، خلى كل اللعيبه تحب بعض، خلى اللعيبه تقف جنب بعض، اللي يلعب زي اللي ما بيلعبش. دوت معانا احنا مدير فني كبير يا استاذ فرح، لازم كلنا نحافظ عليه. الحمد لله ما مرناش معاه باي موقف الا هي في بطوله افريقيا، لما كنا خسرنا المباراه بتاعت 5-1 من النجم الساحلي ورجعنا الحمد لله. الفتره ديت كانت فتره صعبه علينا جدا، يعني دي اول مباراه نعملها مع مستر فيريرا، مباراه للنسيان. انما الحمد لله نزلنا طبعا كلنا بعد المباراه كلنا كنا حزانة وكلنا زعلانين جدا. انما الراجل المباراه دي كانت من المباريات الشهيره جدا لنادي الزمالك، يعني اعتقد الجمهور لما بيكون بيفتكر المباراه دي هيفتكر حاجتين، اعتقد طرد علي جبر الله ينور وبكاء عليك. طارق حامد الله ينور عليك. طبعا احنا الحمد لله استدركنا الراجل، جالنا بعد المباراه على طول، كنا كل بقى اللي عمال يعيط واللي عمال متضايق والكلام ده. الراجل بصراحه جيب حماس وقوه، انتوا لعيبه كبار، انا مريت بنفس الظروف ديت، مفيش مشكله، ان شاء الله نروح مصر نكسب بنتيجه كويسه الكلام ده. والحمد لله عملنا مباراه، الناس كلها زي ما بتقول حضرتك، عمر الناس ما هتنسى المباراه ديت. 3-0 وكان علي جبر اتطرد اول دقيقتين. وعملنا احلى مباراه، وكان لسه ربع ساعه على المباراه وكنا احنا كسبين 3-0، بس ربنا يعني ما ادناش اللي احنا نصعد، بس الحمد لله عملنا مباراه، الناس كلها احترمتنا، اسكان مصر كلها او كل الناس طلعت اشادت بالفرقه. انما خلينا نقول اللي مستر فيريرا فعلا بيمر الوقت حاليا بظروف صعبه جدا جدا مع نادي الزمالك، انما الحمد لله الراجل بتربطه علاقه كويسه بين جمهور نادي الزمالك، والحمد لله الجمهور هو السند الحقيقي لنادي الزمالك حاليا. الجمهور هو اللي بيتعب، الجمهور هو اللي بيشجع في الخساره والمكسب. يعني انا بقول للاعيبه نادي الزمالك انتوا معاكم جمهور عظيم، لازم تساندوه زي ما هو بيساندكم. الناس يا جماعه بتحارب عشانكم، بتروح وراكم في كل حته، في المحله، في اسوان، في كل حته. الناس ما بتخافش عليكم بنقطه عرق. لو توقفت معاك عند لاعب بالامس، مين اللعيبه اللي عايز تقف عندهم؟ مين اللعيبه اللي عايز تاخد خط كده وتقف؟ هقول لك انا يا استاذ فرح، طبعا انا طبعا انا بحب اللعيبه كلها الحمد لله، واللعيبه كلها لعبت معاها، واللعيبه كلها انا كنت قريب منها جدا. انما انا محمد عبد الغني، محمد عبد الغني انت لعيب كويس والناس كلها اشادت بيه، كنت راجل اديت ديفندر مع مستر فيريرا واديت ثيرد باك. مش شرط ان الونش النهارده يقع، كل خط الظهر يقع، لا الونش لعيب مهم جدا ولعيب قوي جدا ولعيب كلنا احنا محتاجينه الوقت في الوقت الحالي. انما انتوا لعيبه كبار، لعيبه كويسه، لعيبه عندكم خبرات،
لازم انت بتلعب باسم نادي الزمالك لازم تبقى انت راجل قوي، انت بتلعب على بطولات. النهارده محمد عبد الغني طبعا انا مستواه ما اعرفش ماله، يعني انا زعلان من محمد عبد الغني جدا، انا انت لعيب كويس ولعيب مهم جدا. بكلمك برضو عن اللعيبه اللي هي اللي احنا كنا بنشيد بيها السنه اللي فاتت مع مستر بريرا الناشئين، انتوا فين؟ انتوا لسه ما عملتوش حاجه. يعني امبارح رغم تألق عديد من نجوم الشباب، ايوه انا لسه جاي اقول لك اهو، يعني عندي السيف فاروق جعفر عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا. انا ليه بقى؟ لان ليه اللعيبه مش عاوزين نتكلم عليها اللي هي اللي بتبقى صاعده يا استاذه فرح، ونقعد الاعلام يقعد يصيط فيها ويتكلم فيها ليه؟ انت لسه ما عملتش حاجه، انت لسه بدري عليك، انت لسه لما تاخد لي بطولتين ثلاثه اربعه مع نادي الزمالك تطلع تبقى راجل في القوام الاساسي على طول، ما تطلعش في الملعب لازم انا اشيد بيه. انما لا، انتم مقصرين في حق نفسكم، انتوا لعيبه كويسه. عاوز سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري ماتش تلاقيه كويس وماتش تلاقيه وحش، انما هو الواد لعيب كويس. يعني انا بصراحه انا واحد من الناس انا بحب سيف الدين الجزيري، انما بس لازم يكون النهارده الحمد لله احنا جبنا ناصر منسي لعيب كويس، هيبقى في ظهره على طول، في سبورت في ظهره على طول، هيبقى قلقان لا انا هلعب لا ما العبش، ده المهم. انما انا برضو بتكلم على دونجا وعمرو السيسي، دول لعيبه كبار ولاعيبه كويسه، لان انت لو ما كنتوش لعيبه كبار ولاعيبه كويسه ما كانش نادي الزمالك جابكم. انما ما تلعبش، انت تلعب وانت خايف ليه؟ انما لازم تلعب، انت عارف انت بتلعب باسم نادي الزمالك. شايف لسه الزمالك مصطفى شلبي ما قدمش اوراق اعتماده مع جماهير نادي الزمالك؟ مين؟ مصطفى شلبي ومصطفى الزناني. يعني لسه كنت جاي لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي لعيب برضه في انبي احنا كنا شايفينه عامل ازاي ويقدم بشكل ازاي، والراجل ما شاء الله كان في المنتخب والدنيا والكلام، ايه نادي الزمالك ما تعرفش ايه اللي حصل. بص انا عاوز اديله رساله بس النهارده، خلينا انت ممكن تكون انت انتمائك لفريق تاني بس خلاص انت خاف على اسمك، انت بتحب، انت حبت ايه؟ انت خلاص قدرك ان انت موجود في نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك اول ما جه حبك ووقف جنبك وساعدك، انما انت مش عاوز تساعد نفسك. انت يا حبيب قلبي انت النهارده موجود في نادي كبير واسم كبير، لا لو انت مش قادر تكمل ومش محتاج اللي انت تكون مع نادي الزمالك قول لهم انا مش قادر، توكل على الله. نادي الزمالك ما بيقفش على العيب، نادي الزمالك دايما هو اللي بيصنع النجوم. شايف ان احنا ممكن نشوف مصطفى شلبي بيرحل عن نادي الزمالك قريبا يا كابتن حماده؟ مين؟ شايف ان احنا ممكن نشوف مصطفى شلبي بيرحل عن نادي الزمالك قريبا؟ بصراحه بالاداء دوت والشكل دوت انا واحد من الناس، انا كان واحد كلاعب كنت في نادي الزمالك ومن جمهور نادي الزمالك، انا ما اتمناش ان هو يكون موجود لو هو هيأدي بالشكل دوت. محتاج هو يساعد نفسه، يعني اللاعب نفسه محتاج يساعد نفسه. هو لعيب كويس ولعيب لسه صغير ولعيب كويس جدا، اتمنى له ان هو يفوق نفسه ويرجع يصلح علاقته مع الجمهور. فاهماني يا استاذه فرح؟ لازم يصلح علاقته مع الجمهور. انما بتمنى له طبعا التوفيق ان شاء الله، لو هو حابب يكمل مع نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك هينسى وهيسانده وهيقف جنبه طول حياته. جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم، بيقف جنب اللاعب اللي بيديله، اللاعب اللي بيكسر، اللي بيقطع نفسه في الملعب. اتمنى لهم طبعا التوفيق، ودي بدايه ان شاء الله، ولازم زي ما بقول لك يا استاذه فرح يبقى في استقرار، ما فيش مشاكل. نفسي نادي الزمالك الناس تفصل، الفرقه تفصل بين المشاكل وبين ادائها في الملعب. دوت بيعمل يعني بيخلي اللاعب بيبقى نازل مش مركز، ما بيعرفش بيأدي بشكل كويس، في لعيبه ما بتعرفش تفصل المشاكل عن اللعب. بتمنى لهم طبعا التوفيق، ودي بدايه زي ما نقول لك يا استاذ فرح، وبرده المباراه اللي احنا خسرناها في افريقيا ما تاثرش عليكم. لا الحمد لله مباراه المباراه القادمه في افريقيا برضو شايفها ازاي يا كابتن؟ يعني مباراه في ليبيا ان شاء الله مباراه مهمه جدا مش على ارضك، التفاصيل دي ممكن نشوف بعد النفس المفتوحه لنادي الزمالك بالامس ممكن نشوفها برضو في المباراه القادمه في دوري ابطال افريقيا؟ اكيد طبعا، انا معايا احنا معانا راجل خبره جدا يا استاذ فرح، راجل ما شاء الله عارف بيقول لك البطوله دي بطوله قليله، العدد الفرق قليله، بيبقى عاوز يحقق اكبر بنات موجوده عشان يقدر يصعد. والراجل ده انا متاكد 100% اللي هو هيقعد معاهم زي ما قعد معانا قبل كده وادينا بشكل كويس في افريقيا. وهو الماتشات احنا الحمد لله كسبنا الدفاع الحديدي في المغرب 3-2، وكانت الناس كلها قلقانه مننا، والحمد لله رحنا كسبنا 3-2 هناك وكسرنا الدنيا وصعدنا من هناك. لا انا عارف اللي ما احنا معانا مدرب خبره، ومدرب بيعرف يتعامل مع الماتشات الكبيره جدا، واحنا عندنا لعيبه خبرات، عندنا شيكابالا امبارح الحمد لله شايفينه رجع بشكل كويس وادى بشكل كويس. بتمنى له طبعا حتى لو راجل بيتنفذ على الدكه، لا راجل غيور جدا على التيشيرت، راجل بيخاف على جمهور نادي الزمالك، ما حدش ينتقده، ما حدش لا واحد من الناس ده من اللعيبه من كباتن الفرقه والخبرات. عاوزين ندي مثال بعبد الشافي، عبد الشافي النهارده بيكسر بيقطع نفسه بيلعب زي ما بيلعبش، زي الراجل قاعد ما بيتكلمش. صحيح، حتى الراجل كان مكسر الدنيا. لا يعني خير مثال فعلا. صحيح، عبد الشافي ده لازم يتعمل له تمثال في نادي الزمالك، لان انا شايفه الراجل ده بصراحه
من الناس اللي انا فخور جدا ان انا لعبت معاها، وكان يوم من الايام يعني لغايه ما وقتنا حالا انا بتكلم معاه وبشيد بيه في كل حته. ليه؟ عشان ده مثال للكره المصريه. صحيح. بتمنى لهم طبعا التوفيق، وانا بقول لك يا استاذ فرح الفتره اللي جايه ان شاء الله تبقى فتره حلوه على نادي الزمالك، يبقى في استقرار بس في الجهاز الفني، ما فيش مشاكل في الجهاز الفني، هتلاقي الدنيا ان شاء الله زي الفل مع نادي الزمالك، وبتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، واوعدك ان شاء الله نادي الزمالك هيصعد باذن الله. تحياتنا ليك كابتن حماده طلبه، نجم من نجوم نادي الزمالك السابقين، شكرا جزيلا لوجودك معانا، وطبعا نجم من نجوم فريق المصري البورصه عيدي دائما يعني الأقرب إلى قلبه، ولكن هو معشوق الجماهير الزملكاوية من الرجولة طبعا والذكريات الجميلة اللي قدر يحققها مع نادي الزمالك. مشاهدينا